على فكره مباراه مصر ونيوزيلندا، المباراه الاولى لمنتخب مصر، انا اكتشفت بعدها ان قد تكون الروح عادت لمنتخب مصر. صحيح. ليه؟ لانه لقيت ناس كتيره جدا بتكلمني يا نورهان عايزه تحضر الماتش، عايزه تحضر الماتش. يعني برافو عليكي، لانه ده معناه ما كانش بيحصل، خدي بالك. صحيح. يعني احنا ممكن نكون علامه للباقي، لانه الاول ما كانش حد بيكلمك يقول لك انا عايز تذاكر وبتاع. لا، النهارده او الفتره اللي فاتت تحديدا من بعد مباراه نيوزيلندا لغايه من شويه حتى، انا افتكرت وانت بتتكلمي. صحيح. اولادي بيكلموني، اصحابهم بيكلموني، اصحابي بيكلموني، عايزين نروح الماتش، عايزين نروح نتفرج على الماتش. وبالتالي انا متاكد ان احنا هنجد في المباراه القادمه امام كرواتيا عدد اكبر من اللي كان موجود، خصوصا في ظل ان احنا عندنا استاد بصراحه يعني كل الناس اللي راحت انبسطت قوي، حاجه جميله جدا، شكل محترم جدا. انا اسف ان انا لا 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 طبعا وطبعا انا بس فعلا نقطه فعلا مهمه. صحيح. وعايزه اقول لكم بقى حاجه، انا عندي ناس صحابي من كرواتيا. أوكي. شوف انت بقى علاقه وصلت لفين. بس بجد والله جروب كبير جدا جم مصر، جم امبارح علشان يحضروا المباراه. أوكي. فده في حد ذاته حلو جدا برضه. يعني انا شايف ان ده شيء رائع جدا، ومنهم المتحمس بشكل كبير جدا. وكمان صور اللي نزلت للمباراه الاولى مع نيوزيلندا للاستاد وللاجواء، كل ده على فكره لصالح في الاول وفي الاخر كمان، مش هنقول الرياضه المصريه والكره المصريه، صالح مصر كسياحه رياضيه كمان بنتكلم. فهي عمليه ناجحه من كل الزوايا الحقيقه. وانا متفائله زيك على فكره. لان احنا كنا بننتظر مدير فني، وانا كنت من الناس اللي نفسي يبقى في مدير فني محلي بغض النظر عن الاسم، لكن كنا محتاجين ده. انا كنت شايفه ان الروح كانت ناقصه بغض النظر عن الفنيات، ما كانش في روح الحقيقه. احنا بنحلم بتكرار تجربه طبعا كابتن حسن شحاته تاني اكيد، يا رب ان شاء الله. وخلي بالك ممكن اكون انا بحسها اكتر، لانه ان انت تلاقي نجم كبير بحجم حسام حسن واقف على الخط، اللعيب نفسه بمنتخب مصر اسم، ولكن ان انت تلاقي كابتن حسام حسن واقف على الخط بالنسبه لك دي حاجه كبيره جدا. بالنسبه لاي حد من الجيل بتاعنا لما يشوف كابتن حسام ولا حاجه، لا انت كابتن حسام حسن. يعني اعتقد ان ده بيفرق مع اللعيبه كتير جدا.